قوي. إذا شلنا أفكارنا كلها وخدتناها في صندوق، الصندوق ده فيه كل الأفكار بتاعتنا، أكيد أي فكرة هنحاول نحصل عليها هتكون من داخل الصندوق. بمثال تاني، دايماً وأبداً بنشوف إنه الحصين مركبين لها كرتونتين بالجنبات على أساس إنه الزاوية بتاعت الرؤية بتاعتها تكون واحدة وما تقوم تعاين شمال أو تعاين يمين. تماماً إذا عاوزين نبقى حصين، وأكيد نحن ما عاوزين نبقى حصين، هنقوم نعاين بإنه زاوية نظرنا تكون واحدة. لازم يكون عندنا طريقة تفكير مختلفة أو طريقة تفكير خارج الصندوق. والتفكير خارج الصندوق بيعني تماماً إنه إحنا نعاين بزاوية رؤية وبعد آخر. دائماً في أي تحدي أو صعوبات بتقابلنا أو إشكال ماثل بالنسبة لنا عاوزين نحله، محتاجين نفكر فيه خارج الصندوق. في مفهوم بيسمى الهليكوبتر فيو، أو نظرة بتاعت الهليكوبتر، أو الرؤية بتاعت الهليكوبتر، بحيث إنه بنطلع برا الإشكال وبنعاين بزاوية مختلفة بحيث إنه نقدر نحل ونطلع بحلول مبتكرة. كل ما كان يمكن اختراعه فقد تم اختراعه. ده مثل أو مقولة كانت لزول اسمه شارلز هولاند، ده كان مفوض الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية. الكلام ده قاله سنة 1899، قبل ما يتم أصلاً اختراع السيارات والطيارات بفترة طويلة جداً. بتبقى إنه الفكرة مرات كثيرة جداً نحن ما بنفكر خارج الصندوق، ولا بنفكر نعاين بهليكوبتر فيو، ولا بنفكر نطلع برا الإشكال ونحاول نلقى حلول جديدة وحلول مبتكرة. الحلول الجديدة والمبتكرة بتسوقنا لمكان تاني مختلف جداً، وبنقدر نفكر بطريقة إبداعية. أكثر ناس عندهم قدرة على التفكير الإبداعي هم الأطفال. كل ما كان عمرنا صغير جداً كل ما كان عندنا مساحة كبيرة جداً إنه نفكر بطريقة إبداعية وطريقة مختلفة. الشخصية اللي معانا اليوم هي شخصية مبدعة جداً، فكرت خارج الصندوق في كمية من الحياة اللي حصلت لها، فكرت بإنه تنتج فكرة مختلفة وطريقة مختلفة. الشخص اللي معانا اليوم هو أول مدرب عربي وسوداني بيعمل في واحدة من الشركات الكبيرة جداً اللي شغالة في مجال السيرفيسز في العالم، هي شركة اسمها شلمبرجر. الشخصية اللي معانا فكر بطريقة مختلفة وقدر يصل لمراتب مختلفة في الشركة دي إلى أن وصل هو رئيس لقسم واحد من الأقسام المهمة جداً الموجودة على مستوى الشركة. يتنقل في عدد من الدول وقدر يصنع نجاح ممتاز جداً جداً. أكيد خلونا نشوف مع بعض وضاح إسماعيل. Thinking out of the box، أو التفكير بطريقة خارجة من المألوف. أنا حاوريكم الحاجة دي أنا في حياتي العملية ساعدتني، كيف كلنا بتواجهنا مشاكل في العمل وبعد ذلك نحن بنختار أن نحن نحلها بالطريقة المألوفة الموجودة من الناس اللي خلوها لنا قدامنا، أو أن نحن نجي بحلول تكون مبتكرة ونسهل العمل علينا نحن وعلى الناس اللي معانا في التيم بتاعنا. أنا شغال في شركة بترول، هي أكبر شركة سيرفيس في العالم. دخلتها كان عندي هدف واحد، مما دخلتها أنا لقيت فيه سيستم موجود، واتعلمت السيستم ده ولقيت فيه حاجات كثيرة جدا. أيوة نعم الشغل ماشي، لكن كان ممكن أعمله بطرق أسهل وأفضل بكثير. فبدأت أعدل في البروسيجرز بتاعتنا وفي طريقة الشغل بتاعتنا لغاية ما أنا حصلت عند درجة 2000 في سنة 2011. اتعرض علي أنا إنه أنا أكون أدخل التكنيكال كارير أو المجال التقني والدعم الفني في الشركة. والحمد لله في سنة 2011 لقيت أول سوداني في وقت كان فيه الحاجة صعبة جدا نسبة للحظر الأمريكي، لقيت أول سوداني وأصغر عربي يدخل التكنيكال كارير في المجال بتاعي. في 2013 بعد ما المشروع بتاعي الحمد لله يطبق في كل الميدل إيست في الشرق الأوسط داخل الشركة، تم اختياري برضو عشان أكون برضو أول إنستراكتر
واول ترينر للدومين اللي انا فيه وهو اسمه الجي اي اس، نظم المعلومات الجغرافيه وخرائط الاقمار الصناعيه. فتم اختياري ان انا اكون اول واحد عربي، والحمد لله كنت اول سوداني في المجال ده، انه انا الف على كل البيزس بتاعتنا، القواعد بتاعتنا من المحيط الى الخليج. فكنت بمشي ادرسهم، بديت من الجزائر، بعد ذاك ابو ظبي، بعد ذاك سلطنه عمان وعده دول ثانيه. كنت بمشي اقعد معاهم طول الفتره اللي هم محتاجيننا عشان انا احطهم في المرحله او في الفيز اللي هم المفروض يكونوا فيه. الحاجه دي كلها الحمد لله وفقتني، لانه انا في الاخر حاليا بيست في السعوديه، وانا حاليا رئيس قسم الاوبريشنال بلاننج. فدايما برجع واقول انه الحاجات دي كانت شغاله قبل ما انا اجي، لكن الحل دايما بسيط ودايما موجود ومحتاج منك اجتهاد. فثينك اوت اوف ذا بوكس، وما لازم انت تتبع خطوات الناس اللي قبليك، ممكن انت ترسم طريقك بنفسك. وضح اسماعيل.